مزدي يا قلبي مش ناقصني، بعرف كثير منيح اني غلطت. انت كذاب. لا ماني كذاب. هي لحقتك؟ ايه. بعدين انا ما بلومك، الك بلوم كريم. كان لازم يعرف انه منك على حالتك الطبيعيه. وكيف ما بدي اكون مبسوطه وانا قاعده مع احلى رجال بالعالم؟ جعت، رحت اكلت. ومع مين؟ كيف مع مين؟ لحالي. انا قد ايه بدي ضل ناطر؟ انا ما وعدتك بشي، بس كان قلنا سنين مع بعض لحد ما صار شيء وبعدين تركتيني. لما بتجي على البيت بك شيء بدك يقتلني؟ يا ربي شو بعمل؟ إذا عارف شو بعمل؟ ما في لازم شوفه، خايف يكون عارف عن سارة. دخيلك عزيزة، شو بدي أعمل؟ المشكلة إنه حاسة بذنب، بس بذات الوقت مبسوطة. كانوا قلبي يسبح. طب افتحي خليني أعتذر منك. بدك كنت ضليت ست أيام بلا نوم وهالقد حشورة. بتعرفي إذا تركتيني؟ بموت، ما في أعيش بلاكي. ما رح أتركك. شو بدك؟ بدي إياكي. أنا بحبك. بليز كريم ما بقى تقولها. بلا بدي أقولها. بني إنه اشتقت لجوزي، اشتقت أقعد معك. تقضي معي هون بالشغل؟ أقولك معقول يجبرني أرجع بالقوة؟ هلا ما في حدا يمنع. إنه ليه بده ياني طلي إذا ما بده يتجوزني؟ معك حق. في شيء؟ مسيو عصام مش بالمكتب. وينه؟ ظهر يتغدى. عبالي من هديك السيجارة بعد كل هالتعب. ايه وانا كمان. فيك تروقي تحكي؟ منك شرشوح مثلك مثلها، والا ما كنت مشيت معه. اللي بيغلط مرة بيغلط التاني والتالتة، بتصير عنده مثل شربة المي. إذا ما قبل وعند مع المحامي بندفع له مصاري، لحدود ال 100,000 بندفع له. شو؟ بدك انا احكي بنرجع نظبط الوضع؟ أنا وفادي خلصنا. صار لازم نطلق. طلقوا؟ لازم تكونوا عم تشتغلوا بدايكم وإجريكم لحتى تقلعوا بالسوق. لمين بعد بدي أشتغل؟ شغل بالي مين اللي بعت الصور وليه بعتهم. طب بركي جوزها اللي بعت الصور. بس اعرف مين عمل فيي هيك، بدي اقتله. منين بتجيب هالافكار كلها؟ هيدا منا افكار عزوز، انا كنت هون وسمعت كل شيء. شو في وحده جديده ما هيك؟ ايه في وحده جديده، بس قلت بركي فيي ساعد. ايه فيك تساعد، انه يلي بتسمعوا ما تخبروا لحدا.
من هالشر تنجينا. لشو بعدك عم تتعذبي يا حبيبتي؟ ساعتين. جمولتي؟ لك عيونه. شفت شي بالسوق كتير عجبني. عن جد؟ شو شفتي؟ كبوت. فيزون. فيزون؟ ليه نزت هيك؟ شو أنا ما بيلبق لي الفيزون؟ أعوذ بالله. وكأنت اللي بيلبق لك الفيزون وما بيلبق لحدا غيرك. أصلاً عاملين عليه سيل 30%. يعني قدي حقه؟ $5,000. كتير؟ طبعاً لا. يعني للحقيقة بلاش. يعني رح تشتري لي؟ لك ما تكرم عينك. طبعاً رح اشتري لك إياه، بس عندي شرط. شرط؟ شو؟ قومي معي تقولي شرط شو. بونجور يا هويدا، شو طالع عند فادي؟ لا طالع عند عزيزة. هويدا سوري بالنسبة لهذيك المرة، يمكن حشرتك شوي بسؤالاتي. بليز أمين، ما بقى بدي أحكي بهالموضوع. ما عم بفهم ليه عطول بتتهربي. طيب رح بطل أحكي بهذا الموضوع إذا بتجاوبيني على سؤال واحد. أي سؤال أمين؟ أي سؤال؟ وهيدا أنت بتعرفي أي سؤال؟ لا ما بعرف ولا بدي أعرف. لكن اللي عم فكر فيه مظبوط. عم تفكر فيه؟ شو عم بتفكر؟ أنت تركتيني كرمال سارة؟ سارة؟ سارة بنتي مش بنت جمال، ما هي؟ وهيدا رد علي، سارة بنتي؟ أمين وطي صوتك. وايدا رد علي، سارة بنتي؟ لا مش مزبوط. وايدا أمين هلأ بيجي حدا. سارة بنتي؟ بنتي؟ ايه ايه بنتك. ايه بتعرفي عم فكر روح على البنك. اوعى تفشخي فشخة برات البيت. شو راح تجرسي حالك وتجرسي؟ ايه بدي روح جرسه، لكن احنا مندق لهم امبارح كل النهار وما برد علينا. يا عمي روقي طولي بالي، هلا بس يتلفن لي مجد بقول له يحكي معه. فشر شو بدي انا اترجي؟ والله حيرتيني معك، ما عم بعرف شو بدي اعمل. بدي اياه يجي هو يعتذر مني. عم فكر روح على البنك واطرقه بهدله قدام الكل. بدي امسك هيدي الشرشوحه بشعريتها وجرها على الارض ودعوسها. وفكرك هيك تخلصي منا يعني؟ معقول تحطي حالك بهيك موقف؟ يا اختي روقي وطولي بالك وخلينا نعرف شو بدنا نعمل. مش قادرة افكر، حس حالي هيك بدي فش خلقي بحدا. لك امري لله، هلا انا بروح بحكي معه بالبنك. إيه بس انا بدي اروح معك. لا ما في، ببقى بالسيارة ما بنزل. لا يا اختي لا، والا بطل روح. شو قلتي؟ اوكي. يلا. طب روقي. الو مرحبا مستر جمال، كيف صحتك؟ كتر خير الله. عم شوف الخريطة هلا قدامي وموقعها كتير حلو، بعتقد انها دغري رح تروح. اكيد في، دايما في شرة، اعطيني يومين وبجيب لك سعر حلو. وما تعذب مستر جمال، انا بحكيك باليومين. اهلا وسهلا فيك، الله معك. هويدا كيف بتخبي عني هيك شغلي كل هالسنين؟ ما كان فيي اقلك. ليه؟ لأنه لو كنت عرفت أنه سارة بنتك ما كنت رح تخليني ضل مع جمال وأنه هو يربيها. حقي، هيدي بنتي. من حقي حافظ على سمعتي وسمعتها. الناس شو كانت رح تقول؟ خلفت بنتها من رجال وهي مجوزة رجال تاني. كنت تجوزتك وخلي ابن مرة يحكي. كانوا لهلأ عم بيهتونا باللي عملناه. اثنيناتنا كنا مجوزين، أنت كنت عم تخون مرتك وأنا كنت عم بخون جوزي.
ما كانوا رح يسكتوا. وسارة كمان كانت لهلا عم تسمع حكي انها هي بنت. ما تقوليها، احنا كنا نحب بعضنا وسارة بنت هالحب. بس انا سمعت سارة اهم شي عندي. امين وايدة، لازم تطلقي جمال. خلص انا اخذت قراري، رح طلقه. واخيرا امتين، اعطيني شويه وقت. اكثر من هيك ادينا طرتي 26 27 سنه دور بعد شوي. مستعد انطر العمر كله. وهيدا انا بعدني بحبك مثل قبل واكثر. انت حب حياتي، ما حبيت حدا بحياتي غيري. حتى ولو انت ما بدك رح ضل لحالي. انا ما بيهمني الا شغلي وحده من هالدنيا، انه تبقي معي، تكوني لإلي. انا كمان. تفضل. هاي رولا. هيك رولا، هاي وين البوصه؟ تفضلي. في افهم ليه ما عم ترد علي؟ صراحه انا بعرف شو بدك. وشو بدي؟ بدك تطلبي مني ارجع على البيت. ومنك ناوي ترجع؟ صراحه ما انا قادر بقى اتحمله، جننتني. لو جبت لي مرض القلب قريبا ما تجيب لي اخرتي. هيدي اختك مريضه، بدها بسيكياتر ضروري، لانه هيك مش ماشي الحال معها ابدا. بعرف اوقات كثير بتزيدها. اوقات رولا؟ لو كل الوقت يعني ما في شيء عجبها، لا شغله عجبها ولا معاشها عجبها. اذا ما نظهر كل ليله لوجه الصبح بتنزل الدنيا على راسي. انا ما فيني اعيش هيك. بعدين ناسي اختك انه انا عندي شغله، انا ماني ورتين مثل هودي بتظهر معهم كل ليله. بس انا مش هيدا المشكل يلي عرفته. المشكل انه غيراني عليك، يعني مفروض تكون مبسوط مش زعلان. معناتها انه بعدها بتحبك. بتحبني؟ يعني اذا بتحبني وهيك، لو ما كانت بتحبني شو كانت عملت دخلك؟ هيدا ما اسمه حب رولا، ها اسمه انانيه. اختك مفكره حالها ملكتني، بتضايقني مثل شي قطعه تياب او تحفه حطينها بالبيت. وانا بهالطريقه ما بمشي. كل يوم بتسمعني اكثر من 100 كلمه ومستحيل وحده منهم تكون حلوه. ما في غير بتهتني بفقري وباصلي. بعرف يلي عم تقوله مزبوط، بس انت كنت تعرفها قبل ما تتجوزوا وكنت قبلين فيها مثل ما هي. هي ما غشتك، بالعكس انت بتعرف كل اخطائها ومتحملها. شو اللي غيرك هلا؟ ما عم بفهم. يعني هلا ليش ما عم بتشوف الا بس كل اغلاطها وكل الدفويات يلي فيها؟ بطلت تحبها؟ في حدا تاني؟ انت كمان رولا؟ انت كمان قناعتك اني عم خونها مع موظفه بالبنك؟ اكيد لا، بس انت كمان مغير. قبل كنت تتحملها وكنت تسامحها على كل اغلاطها وكنت تقلي لو شو ما عملت رح ضلني احبها وما رح اتركها. شو هذا ما بدا؟ شفت؟ شفت انك مغير؟ شفت انه يمكن هي كمان معها حق؟ عصام راجع حساباتك، ما في شي بيحرس تخرب بيتك كرماله. رولا انا ما بقى فيني، كثير تعبت. دب اغراضك ورجع الليله على البيت. ما تخلوا هالمشكل يكبر اكثر من هيك. انت بتعرف انه مش بس انا ونغم منحبك، مجد واهلي كمان، وما بيهون علينا ابدا انه نزعلك، ونحن كثير منحترمك. بتعرف انه نغم ندمانه وكان جاي معي هلا لتعتذر منك هون؟ لا اوعى. بعرف ما خليتها تجي، شو مجنوني انا لخليها تجي لهون؟ بس نصيحه مني، اذا هيدي البنت ما بتهمك انقلها من هون. هي لمصلحتك ولمصلحتها، لانه انا حسب ما عرفت انه القصه فيها شد شعر وخبيط وفهمك كفايه. الله يستر لك. ايه طب وين القهوه؟ يلا يلا. اكيد عم تمزح. هو قال لك هيك؟ ايه. انا ما قلت لك انه هو اكيد عارف؟ بلا. بس شو ناوي تعملي هلا؟ رح اترك جمال. شو اللي خليكي اخيرا تقرري؟ صار له يومين مش عم بينام بالبيت. شو؟ وين عم بينام لك؟ ما بعرف، اخر همي. طيب ما قال لك؟ شو بده يقول لي؟ اكيد معرف على شي وحده جديده. يا حلو، ما امبارح ترك على هيديك
دخلك منين بيتلقط فيهم هيدولي يلي بيشوفوا كل يوم مع وحده شكل بقول مشرشرين على الطريق وناطرين جمال ولا خوشه جمال؟ ناطرينه ما ناطرينه ما بقى فرقاني معي، بس بس شو؟ بس خايفه، خايفه واجي بدك تقولي عني جباني قولي. لا 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 ما رح اقول شيء، بعدين ما بحزك حال موقف ابدا ابدا، بس انا خايفه عليكي، كيف بتقضي اخرتك هيك لوحدك وفي شخص مثل امين قاتل حاله عليكي؟ بعرف عزيزه، بعرف قديش انت بتعزيني وما بتتمني لي الا الخير. اكيد. واوقات بفكر يا ريتني انا قويه مثلك، انت بتضحشي ما بيهمك حكي الناس، بس انا ما بسترجي. ايه يمكن الحياه حلمتني، قد ما تعذبت أنا وصغيرة طلعت هيك شوي أنانية وشوي بتكل على حالي وبحب حالي. أنانية؟ إذا أنت أنانية شو خليتي لغيرك؟ أنت أكتر وحدة بعيدة عن الأنانية عزيزة، أنت أوفى صديقة شفتها بحياتي، وأنا بشكر ربي أنه الله بعت لي إياكي، لأنه بلاكي مش عارف إيش كنت بدي أعمل. يا حبيبتي يا حبيبتي أنت. هتلحق علي ما هيك؟ ليش ما نلحق عليكي؟ انت معي يا ما معه؟ ما تبلشي، بطل خبرك. اوكي. يا اختي، يا حبيبتي، ليه ما عم تفهمي علي؟ لك جوزك صار ملوع من تصرفاتي. هلا صاروا تصرفاتي؟ وتصرفاته هو شو يعني كلها مزبوطة؟ يا عمي ما عم قول هيك، بس المرة لما بتعامل جوزها بطريقة مرتبة ببطل يتطلع برات بيته، انت تصرفاتك عم تهشله. هيدي كلها حجج. أنا بعرفه عينه بيضة. بدك تشارعي على الفاضي أو بدك تسمعيني شو رح قلك؟ أولاً حضرتك ما بتقفي ولا مناسبة إلا ما بتهيني لجوزك بفقره وبتهيني عائلته، مع أنه لما قررت تتجوزيه كنت عارفة كتير منيح وضعه. تانياً جوزك عنده من نفسه، يعني ما بيحب أنه حدا يصرف عليه، وحضرتك كل معاشه ما بقديكي حق فساتين وبتاخدي من خيك مصاري، وهذا وضع ما حدا بيقبله. ثالثاً كل يلي بتعشريهم معهم كتير مصاري، يعني منهم عايزين انه يشتغلوا، وهو المعطر بيشتغل من الفجر للنجر ليأمن لك حياة منيحة وحلوة وما يخليك تعوزي شي لا انت ولا ولادك. رابعاً بما انه حضرته عنده شغله وما بيقدر كل يوم يسهر ويلعب ورق ويحط مصرياته على طق الحنك، وفوق كل تعبه وتحمله لأخلاقك ولك ما بتسمعي كلمة حلوة، يا عمي أكيد بالآخر بده يروح نبش على واحدة تحترمه وتحبه. وما لقى غير هيدا الشرشوحة؟ هلا هيدا هو يلي زعجك بالموضوع؟ لو راح صاحب شي وحده غنيه كنت قبلتي فيها يعني؟ ايه كان اصبط نتفه. يي رح تجننيني انت، والله معه حق انه بدك بسيكياتر. هو قال انه انا بدي بسيكياتر؟ هلا فرجي. ما رح تفرجي شي، اوعى تفتح تمك بس يجي على البيت. جايه؟ هو قال لك انه جايه؟ ايه جايه، والله يساعدك يا نغم اذا بتفتح تمك وبتقولي له شي. بس تشوف اخرتها معه. يلا انا رايحه. بس مثل ما قلت لك هيدي اخر مره بتدخل فيه. مرتي جاي اذا شفتك عم تزحفي قدامي ما رح اطلع فيكي. بدك شيء؟ باي اختي. كريم عن جد خايفة حدا يشوفنا. ما تخافي حبيبي، انا ما اقول حدا من اللي بتعرفيهم يجي على هيك مطعم. طب حبيبي منا مضطرين ما حدا يشوفنا نجي على مطعم هالقد غالي. شو قلتي؟ قلت منا مضطرين. لا 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 شو قلت؟ قلت حبيبي ولا انا سمعت غلط؟ لا لا شو؟ ما سمعت غلط. يعني أنا حبيبك؟ إنه بعد لهلأ مش عارف؟ ولا مرة قلتي لي بحبك كريم. وأنا كمان بحبك، ومن مصدق بقى إمتى تتركي فهدي وتصير إلي. تصير إلك؟ إيه بدي نتجوز بسرعة. هالقد مستعجل؟ أكتر ما بتتصوري.
وأنا كمان. وبس لنخلص عشاء بحضر لك سوربريز. غير العشاء كريم رح تطلع فاتورتنا كتير غالي، هيدا المطعم كتير كلاسو. مرسي. مرسي. بليز ما تهتمي بالمصاري. كيف ما بدي اهتم وانت بعدك مبلش شغل جديد؟ كارول ما تفكري بالمصاري انت ومعي. طيب اوكي ما بقى رح فكر، بس انت وعدني انه هيدا اخر مره بنجي على مطعم هالقد غالي. طيب خلص بوعدك. فينا هلا نرجع لموضوعنا؟ اي موضوع؟ انك بتحبيني. ايه بنرجع، شو بدك تعرف بعد؟ بدي اعرف ايمتى حبيتيني؟ ما بعرف، ما لقيت حالي الا مغرومه فيك. كل ما عم بتعرف عليك أكتر عم بنغرم فيك أكتر. يعني أنت هلأ مغرومة فيي؟ إيه مغرومة فيك كتير. وأنا كمان بموت فيك. طيب ما بدك تخبرني شو هي السوربريز؟ إيه هلأ منخلص عشا ومنروح. منروح؟ لوين؟ شو لوين؟ ما هيدي السوربريز، ما بدك تشوفي السوربريز. بلا بدي. اوكي. شو كمان اليوم بدك تنام الساعة 8؟ شو بدي أعمل يعني؟ يعني مش عيشي هيدي، إنه بتظهري لي قبل الضوء على الشغل وبتجي لي آخر الليل تعبانة وبدك تنامي. إنه رافي شو بدك أعمل؟ بسهر كل الليل وبنام للظهر مثلك؟ سمر، سارة مثل الروبو، يعني من شغل للبيت من بيت للشغل. والله؟ طيب وإذا ما عملت هيك من وين بنجيب مصاري؟ ليه بضل بالك بالمصاري؟ ما عم بفهم. لا بس إنه قلي عن جد شو بنعمل إذا أنا ما اشتغلت؟ بتعرفي؟ الحكي معك ما بودي لمحل، بدك تنامي نامي، أزبط شي أنا فالي. أنت هيدا الشاطر فيه، قل لي هيك من الأول وبلا حججك البلا طعمة. ما عم بعمل حجج، إذا مرتي بدها تنام الساعة 8، شو بدك ياني أقعد أتفرج عليها كل الليل؟ والله؟ هلا إذا مرتك ما نامت الساعة 8، أنت كنت رح تسهر معها؟ ولا كنت رح تظهرني لبرا؟ سوري؟ لا أنت بتظهري مع أصحابي؟ رفي هلا من حالك بدك تظهرني مع أصحابك؟ مين أنا هولي؟ ما تحكي هيك عن أصحابي، إن شاء الله فكرة أحسن منهم أنت. لا ماني أحسن منهم. ليكي؟ نامي نامي. هن أحسن مني، ما هيك؟ ما هيك؟ مبروكين عليك. وين؟ جمولتي؟ لك حياتي بتنام عندي اليوم؟ لا اليوم لا، ما إلي جديد التخنق بس أرجع البيت. ما اليوم حتتخنق معه وبكرة حتتخنق معه، وفر على حالك خنقة ونام عندي. قولي هيك معك حق، نكد نكد لو شو ما عملتي له. يعني رح تبقى؟ لا حياتي خليها لبكرة. طب يا الله ما أنا كتير عم بشتاق لك، تعودت إنك تنام عندي. عن جد حبيبتي عم تشتاقي لي؟ كتير عم بشتاق لك. ليك جمول، شو رأيك أنا وياك نسافر لشي مطرح جمعة؟ نام وفيق ولاقيك حدي، نظهر ساعة البدنة بدون ما نطلع على الساعة، نتأخر بالسهرة وما منعتل هم حدا يشوفنا، شو رأيك؟ يا ريت. طب ليش يا ريت؟ والشغل؟ يا عم الشغل عحسابك، فيك تفرس ساعة البدك. بعرف حبيبتي بس. بس شو؟ ما بستاهل يعني أنا شي جماعة سفر؟ لك أنت بتستاهل العمر كله حياتي، بس ما بدي أخبي عليكي أنا. انت بتخاف من مرتك؟ مرتي؟ شو جنيتي انت؟ اكيد لا، بس ما بخفى عليك حبيبتي وضع الشغل بهالايام مش ولا بد، مشان هيك ما فيني اترك جمعة. عندك مشاكل بالشغل يعني؟ شوي، ما تشغلي راسك مش كتير مهم، مشان هيك بفضل ضل هون تحل كل هالمشاكل.
لا إذا هيك يعني معك حق، بس أنا كنت حابة أقضي معك وقت أكتر. خلص بوعدك حبيبتي، بس خلص هالكام شغلة العلقانين بين إيدي، بتنقي البلد اللي بدك إياه ومنروح عليه، والوقت اللي بدك إياه ومنسافر فيه. عن جد؟ خلص وعد حياتي. يعني رح تبقى الليلة هون؟ لا خليها لبكرة، بكرة بنام هون إذا بدك. وعد؟ وعد يا أجمل لولا بالدنيا. رد. أمين؟ أمين؟ بتشرب شاي حبيبي؟ يا أمين؟ أمين؟ إيه أمي؟ بتشرب شاي؟ بشرب. شبك؟ من ساعة ما جيت من برا وإنت منك على بعضك. بالعكس أمي. بشو عم تفكر؟ مش عم فكر بشي أمي. بلا عم تفكر بهويدا ما هيك؟ انساها يا أمي انساها، هويدا منا لإلك وما رح تترك جوزة كرمالك، وإنت ضيعت عمرك كرمالها. ماما بلا هالموضوع. ابني حبيبي في ست مرتبة أرملي أنا شفتها. ماما معقول عم تدبري لي عروس بالآخرة؟ يا أمي ولادك كبروا وأنا مني داي مثلك. أمي دخيلك طلعي من هالموضوع، أنا كتير منيح وما بدي أتجوز. ولا ما بدك تتجوز، بعدك شاب واللي مثلك بعدهم لا تجوزوا ولا خلفوا. بدي كاني أتجوز؟ إيه رح أتجوز. عن جد رح تتجوز؟ وقريبا. قريبا؟ أقرب ما بتتصوري. أقرب ما بتصور؟ من مين؟ بعدين بتعرفي. بعدين بعرف؟ امتين بعدين؟ ما اليومين الجايين. بعرفها أنا شي؟ ما بتعرفي غيره. لوين رايح؟ نازل عند أبو طوني على قهوة. يي؟ لك على القليل يكفي الشاي؟ هلا بشرب مع أبو طوني. باي. ما بعرف غيره. مين قصده؟ معقول؟ معقول هويدا بعد كل هالسنين قررت تترك جمال؟ يا دلي أنا. تتكلم والحي بيبقى حي بخير وعم يطرد شره.